مساء الخير أعزائي المشاهدين، وأهلا مع شبكة التلفزيون. لو أن الدهر يصفى بس ليلة، لو أن الدهر يصفى بس ليلة، صفات الماي في مجرى الثميلة، لدق العود وقعد لك وغني وقول الدهر ليته يصفى ليلة. أهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى مع شبكة التلفزيون، وإن شاء الله عجبكم هالفاصل من فرقة التلفزيون. ضيفنا وضيفكم هذا المساء ليس بقريب عليكم، بل هو في الواقع حبيب جدا إلى قلوبكم، إلى قلوبكم، وهذا اللي لمسناه وسمعناه ومن اتصالات ومن كلام مباشر حول هذا الضيف اللي دائما الناس يطلبونه أن احنا نجدد اللقاء معاه. رحبوا معاي بالدكتور الفلكي صالح العجيري. مساء الخير. مساء الخير، هلا بك. هلا أبو محمد. أهلا أهلا بك. شلونك؟ كيف حالك؟ احنا طبعا سعداء جدا وشاكرين لك تفضلك أنك تجي للبرنامج رقم عامل السن والصعوبة اللي احنا نسببها لك كل مرة لما نستضيفك. وأنا سعدت أيضا بهذه الحظوة في هذا المساء. الله يسلمك. يعني احنا كثير من الأمور اللي ممكن ناقشناها وممكن ناقشها وياك، يعني فيها ما هو يتعلق بالفلك، فيها ما هو يتعلق بالعلوم، فيما يتعلق بتاريخ الكويت والتراث الكويتي، ذكرياتك القديمة، يعني بحر غزير ما شاء الله. هذا من فضل ربي. الله يسلمك أبو محمد. يعني أنا سمعت أنك أنت أول كويتي، ها؟ أول الآن طبعا أنت خلينا نقول مثل ما سمعنا أو مثل ما فهمنا منك، أنت الآن تبلغ 83 من العمر. نعم. من عمر المديد، وعسى الله يطول عمرك إن شاء الله. سمعت أنك أنت أول كويتي رشح لبعثة دراسية في أوروبا. نبيك تكلمنا عن هذا الجو. يعني هذا صحيح. أنا والدي رحمه الله كان حريصا على أن يبقيني في مدرسة ملا مرشد، لأن والدي كان يريدني أن أكون تاجرا ولست موظفا. مدرسة مرشد تدرس العلوم التجارية، إمساك الدفاتر التجارية، الكمبيالات، القوائم، كل ما يتعلق الحساب، اللغة الإنجليزية، كل ما يتعلق بالتجارة. وسنة 1938 تأسس عندنا المجلس التشريعي. بعض أعضاء المجلس التشريعي يعرفون أن الكويت أيضا بلاد بحرية، ربابنة السفن والنواخذة، يعرفون الكثير من المظاهر الجوية والفلكية، يعرفون أعماق البحار، يعرفون المجاري، يهتدون بالنجوم، هبوب الريح، المد والجزر،
ووصلوا بسفنهم إلى الهند وإلى شرق أفريقيا وإلى عدن والبحر الأحمر، أرادوا أن ينظموا أو يحدثوا هذه المعلومات. وبما أن لدي كما يعرفون حصيلة في علم الفلك، فأرادوا أن يرسلوني في بعثة إلى أوروبا، إلى إنجلترا، لأجل أن أدرس علوم البحار وأتخرج كابتن. فاشترطوا على والدي أن ينقلني من مدرسة ملا مرشد إلى المدرسة المباركية، لأن مدرسة مرشد كانت مدرسة أهلية والمدرسة المباركية مدرسة حكومية، لأجل أن تكون البعثة حكومية. لكن ما طال أمد المجلس فراحت البعثة وطارت البعثة ولم أبحث. يعني إنما فعلا رشحت لهذه البعثة، بس أني عاد انتقلت إلى المدرسة المباركية. وأنا مثقل بالمعلومات يعني المعلومات العامة، لأن والدي رحمه الله لم يعتمد على دراستي في المدرسة، أرسلني إلى البادية لتعلم الفروسية والرماية والحياة الخشنة، حصص لي مدرس اللي هو الشيخ محمد الجراس رحمه الله عشان الفقه والنحو والصرف، حصص لي عبد الرحمن رحمة الله عليه الرويح يدرس التاريخ وجغرافيا، حصص لي عبد الرحمن الأستاذي في علم الفلك أول ما بدأت علم الفلك عبد الرحمن الحجي، فصار عندي حصيلة في معلومات عامة. ولما دخلت المباركية كانت لي اصطدامات مع المدرسين بسبب هذه المعلومات يعني الغزيرة. طيب احنا يمكن نأتي لبعض هذه السويلفات فيما بعد. بس انا يعني سمعنا ايضا ان يقال ان جدك من طرف الوالدة، جدك لأمك، جدي لأمي الله يرحمها، كان يقرأ ويكتب باللغة الإنجليزية سنة 1880، يعني قبل 125 سنة. هذا شيء يعني قد يكون مستحيل. كان يقرأ ويكتب وينطق باللغة الإنجليزية. السبب في ذلك أن أحد التجار اسمه بن إبراهيم استوطن الهند وفتح مكتب هناك في الهند ويتاجر في اللؤلؤ في التجارة العامة. عفواً، هو شو اسمه الله يرحمه؟ جدي عبد الرحمن إبراهيم الحوطي. نعم. من عائلة الحوطي، هذول خوالي. نعم. والنعم. فهذا التاجر قال كله هنود وهنود وهنود، أنا أبي فراشين عرب. أرسلوا له من الكويت طبعا جدي رحمة الله على عبد الرحمن الحوطي، وأخوه عبد اللطيف الحوطي أكبر منه، ورحمة الله عليه عبد المقني، واحد من عيال برحمة، أرسلهم إلى الهند. فوجئوا، الكويت ما كان فيها شيء، بهارتهم الهند. ودوهم أول يوم حديقة الحيوان عشان يتفرجون. راحوا أكثر ما يعني شد انتباههم الشواذي القرد، يعني تفرجوا على القرد. رجعوا يوم صار باشر، كان يقول جدي حق واحد من الأربعة خلنا نروح نشوف الشواذي يعني هاي القرود. راحوا شافوهم، أثرهم طلعوا من باب غير الباب اللي دخلوا منه، تاهوا في المتاع، يبون البيت ما لقوه. الحين ما يبون البيت، يبون الحديقة علشان يتعرفون على الباب أو يجربون جميع الأبواب. قاموا يدورون في السكيك، صبيان كويتيين لا عندهم فلوس ولا لغة. طيب بس محمد، أنا آسف لمقاطعتك لسبب مضطر قاطعك فيه، لأن في عندنا اتصال من خارج لشخص فعلا يعرفك وانت تعز عليه وايد، ومستني على الخط الدكتور المحامي خالد خلف من لندن. الو الو مساء الخير ابو وليد. مساء الخير ابو فهد، اهلا بك. واحنا اسفين خليناك شويه على الخط، بس كان الاستاذ صالح يروي شيء جميل وشيق من حياته. لما بدا الحديث عن انه حيكون اول كويتي يبعث، قلت انا اذا اول مكالمه تجي من لندن. حياك الله سعداء. انا يعني اهنيك على اطراد نجاح برنامجك. الله يسلمك. وحيي استاذي الدكتور صالح العجيري. حياك الله. درسني في المدرسه الشرقيه. وانا عندي مداخلتي
مكونة من أربع نقاط الحقيقة، أحاول أختصر بقدر الإمكان. أي والله حياك الله. أول نقطة، لما كنا طلبة في المدرسة الشرقية، الأستاذ في سنة 43-44، أنا كنت الله. في الثانية ابتدائي الحديثة مو القديمة، لأن كانت الأول تعاد المتوسطة حاليا، تعاد المتوسطة تقريبا، تعاد المتوسطة تقريبا. أيوة هذه. فالمهم كان يدرسنا، لكن في إضافة هو يمكن ما قالها أو ما جت، أنا ما أدري، ما تتبعت البرامج كلها، لأن أوقاتنا وأوقاتكم تختلف، وبعض الساعات ما نقدر نشوف البرنامج. على كل حال، كان يجمع بعض الطلبة وبعض الأساتذة وبعض الأهالي الطلبة بالليل، ويطلعنا فوق سطح المدرسة نتفرج على النجوم. الله. وهذه من الأشياء اللي يعني وسعت مداركنا، وإحنا كنا لازلنا صغار، أنا وأخوي فاضل كنا نروح سوا، وكان الأساتذة صالح أحمد البشير وعبد الله عبد اللطيف مطوع وآخرين، وبعض الطلبة الآخرين كانوا يحضرون، ويجي أولياء أمورهم معاهم، نطلع السطح ويقعد يشرح لنا. هذه واحدة من الأشياء، يمكن أنا ما أعرف إذا كانت ذكرت أم لا، لأني لما قرأت الكتاب الأخير مال محمد العيسوي ما وجدت فيه ذكر لهذه، يمكن يعني راحت أو طيب. النقطة الثانية أستاذ خالد، سيدي، النقطة الثانية، لما بحث موضوع أو قانون الجامعة في مجلس الأمة، وكنت أنا عضو فيه، طبعا أنا اعترفت على منح الدكتوراه الفخرية، ما اعترفت على فكرتها، اعترفت على النتيجة التي قد تؤول إليها فيما بعد. نعم. يعني كفكرة، يعني إنه كفكرة أنا مأيدها. نعم. لكن أنا اعترفت على أساس خوفا من أن تعطى لكل من هب ودب فيما بعد. نعم. وقلت يا ريت أول من ينال هذه الدكتوراه هو الأستاذي صالح العجيري. نعم. هذا الكلام كان سنة 76. نعم. عند بحث قانون الجامعة. تمام. وقد حصل. النقطة الثالثة أو الملاحظة الثالثة. نعم. عندما كان الغزو الغاشم. نعم. كان الأستاذ صالح معانا في لندن. وكان في طبعا كما تعرف ويعرف الجميع في دواوين كثيرة شكلها الكويتيين، وطبعا كل ما يروحون أي مكان يسوون ديوانية. نعم نعم. فكان الأستاذ صالح يجي الديوانية، إحدى الديوانيات أو كل الديوانيات يمر عليهم مرور سريع. نعم. كل اللي يعمله يوقف يقول له يعني نكتتين ثلاث أو طرفتين ويمشي. نعم. فهذه طبعا ملفتة للنظر، أنه ما يشارك مع الآخرين في البحث. فبعد ذلك أنا رحت ألمانيا، التقيت بأحد أساتذة جامعة نعم. هامبورغ. نعم. فإذا قلت له أنا حكاية الأستاذ صالح وكيف يأتي إلى الديوانية، قال هذا إنسان عبقري. نعم. لأن الناس في الحروب وفي أثناء الأزمات محتاجين إلى من يرفه عنهم ويبعد عنهم الهم والغم. هذا صحيح. فهذه طبعا يعني أنا حبيت أبينها أيضا. نعم. والنقطة الرابعة أو هي كانت يعني الرابعة، نأخذ منك واحدة خامسة يلا. لا الرابعة سمت. هي الرابعة. طيب تفضل. الرابعة على كل حال كانت الرابعة والخامسة يعني صحيح. لا صحيح. بخشيش هذه زيادة. لما جاء آخر مرة إلى لندن، طبعا قلت له أنا ترى سعادة السفير خالد دويساني يحب يجي يزورك في الأوتيل. نعم. قال لا ليش يجي، أنا أروح له. أخذ أولاده وفعلا راح للسفارة. نعم. نعم. في الوقت اللي كان الأخ خالد يستعد للذهاب إلى شو اسمه. نعم. فيقول عاد بعدها يقول رحنا للسفارة وقعدنا مع الأخ خالد. نعم. وشفنا زملاء أعضاء البعثة الدبلوماسية وشربنا الشاي بالاستكانة. نعم. فيعني هذه خوش ذكريات، لفتت النظر. خوش ذكريات. على كل حال. نعم. هو يعني زيارته الأخيرة كانت للندن قصيرة، ما أمدانا حتى نحتفل في الاحتفال اللائق بمكان. نعم. في الأيام القليلة الماضية خالد. نعم. طبعا بعديها لما راح والسفارة دعاء على أساس يومها بالليل كان في ديوانية الأخ خالد، بين فترة وفترة يعمل ديوانية يجتمع فيها. نعم. فقال لا تعال، قال لا أنا ما أسهر وأنا مرتبط وأنا ما أقدر وعندي ارتباطات باجري. نعم. على كل حال واضح النقطة هذه. أنا أدعو لأستاذي العمر المديد أشكر وأرجو. نعم. له
أن يسمعنا ويتحفنا دائما بما شاكرين جدا من ذكريات شاكرين جدا ويعود بنا إلى التقاليد والعادات الكويتية الحقيقية. شكرا جزيلا للدكتور خالد خلف المحامي على اتصاله من لندن. أيضا بالحديث إليك ونرجو أن نراك قريب في لندن إن شاء الله. إن شاء الله شاكرين جدا أبو محمد. أي يعني كلام الأستاذ خالد صح. أنا كنت أقول لهم قاعدين أنتم تتباكون، هذا سنة الغزو في لندن، الغزو في لندن تتباكون تتباكون ما عندكم غير هذا الشيء. أنتم لازم تنظرون أيضا إلى الناحية الإيجابية في الغزو. قالوا ما لها يعني ناحية إيجابية غزو وش تبي؟ قلت بلى، الحين كل الجرائد في العالم تقول الكويت، كل المجلات قاعدة تتكلم عن الكويت، افتحوا الراديوات كلهم قاعدين الكويت 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 الكويت. هذه ما تجد يعني انها شيء غير سلبي، ايجابي. نعم. نعم. ايجابي. وكان نعم. العالم في الواقع كله مع قضية الكويت الى ان نعم. تحررت من نعم. الغزو. طبعا كنا نتكلم عن جدك لامك اللي كانت تتكلم الانجليزي وسنة 1988. نعم. فبس باختصار شوية لان في وايد اسئلة راحوا يعني في الشوارع يسألون الناس وين مكان الشاذي في الهند. هذا في الهند ما يعرفون شو يقولون. واحد قال لهم تعالوا، وداهم بيت ولا في طقطقة ولمبات وأغاني. أثر كلمة شادي بالهندي معناها زواج، افتكرهم يبون الزواج. بعد 8 سنين تعلم اللغة الإنجليزية في مكتب إبراهيم ورجع حق أمه في البيت، طق عليها الباب يا من هذا؟ قال أنا ولدك عبد الرحمن. قالت كذاب أنت حرام. قال ليش؟ قال أنت ريال ولدي صغير. كم سنة هو قاعد هناك؟ سنة 1950. لا كم سنة قاعد بعيد عن 8 سنين. كبر لازم كبر. سنة 35 يعني جاب لي دفتر كاتبه أيام ما كان مفصل لأنه يعني فقد بصر سنة 30. سنة 35 من السنوات المشهورة في تاريخ الكويت. وراني الدفتر قلت له شنو هذا؟ قال جاري البارحة ضرس يعوره وما استطاع أن ينام، دور لي دواء الضرس. فتش لقيت دواء الضرس، ناخذ ورقة من مال السجاير الخفيف نكتب فيها أمر بعال مال مات 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 مات، نسويها صغيرة كبر حبة النخي ونحطها في خرم الضرس. استخبر واحد اثنين ثلاثة، صرت الحين أنا طبيب أسنان، كل واحد يعور ضرس هي عندي. يعني واحد قال أنا ما في خرم، أنا مكسور ضرسي. قلت له حطه على إيد إذنك اليمين إن كان ضرسك على اليمين، حطه على إذنك اليسار إن كان ضرسك على اليسار. بعد مدة فتش لقيت إنه علاج حق المرأة متعسرة بالولادة، نكتب فيها فشق له من اسمه ليجل له، فذو عرش محمود وهذا محمد، نربطها على فخذ المرأة المتعسرة بالولادة ويتسهل ولادتها. استخبر واحد واثنين، صار كل واحد عنده امرأة تبتولد لازم يأخذ الورقة هذه. السنة السنوات اللي اشتغل فيها طبيب 35 اشتغل فيها طبيب. اي انا الحين اصبحت طبيب اسنان وطبيب ولادة. اي طبيب ولادة. في عندنا جارنا اول التجارة ما ينقلون التجارة بالسيارات، ينقلون على حصان قوي اسمه كديش. واحد من جيراننا عنده كديش، لانه يعلف الكديش شعير تكون عنده قرية نمل في البيت. اي فاشتكى بالديوانية قالوا له جيب دواء من عين بحرة، كانت اول عين يعني يطلع فيها النفط في الشمال، كان عمرها وحط الدواء. حط الدواء ما راح، قال لهم اشتكى عندهم ما راحت النملة. قالوا ليش لك في النملة؟ عندك صالح يعرف حق 99 الا الموت. يعني قال ابي دواء حق النملة. قلت له انا ما اعرف، انا طبيب اسنان وطبيب ولاد. لزم عليه وسمع منهم اشياء كثيرة مبالغة ما يعني ما اريد اقولها، بس اقول منها واحده بس، انه يقولون ان عندك عصات تمشي لوحدها وتروح الخارور وترجع. الخارور وين قصر السلام الان؟ اول في المد، يدخل المد الماي الى شويخ ويرجع في الجزر، انه تروح الخارور وترجع. لما رجعت لقيت باب الدروازه مسكوك وخبطت على باب الدروازه وفتح لها باب الدروازه. بالمناسبه فان كلمه دروازه معناها در فارسية، در معناها باب، وازة معناها مفتوح. نعم. إيه
الصحيح انه ما عندي هذه عصات، انا اخذها وياي واقيس المد والجزر في الخارور فيشوفون عصاتي. اي قمت والله ولزم علي وعطيت الدواء مال الضرس وحطه في خرم النمله، راحت النمله. هي ما راحت من الورقه اللي انا كتبته، راحت من الدواء اللي جابه من العين النفط وحطها في ما صبر بس عليها. انت يومين. انت تعرف هالشيء يعني. اي انا اعرف ابو محمد، بس يعني انا اقرر يعني واقع اجتماعي بالضبط. يعني لو لم يكن هكذا الواقع الاجتماعي ما جرأت انا اصير طبيب. نعم. لو لم يكن هذا انا ما تكلمت صح. انا يعني انا ما اتكلم عن نفسي، انا نعم اتكلم نعم. عن واقع تاريخي، عن واقع يعني اجتماعي. صحيح. صحيح. نعم. هو هذا يعني في الواقع يعني ان انت اللي سويت اللي تقول شويه قرطاس تحطه إيه؟ بالضروس وشنو إيه؟ الكلمات اللي تكتبها إيه؟ عليه إيه؟ شني نعم اللي بالضبط امرب على المال مات 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 مات. اه زين، هي في الواقع انت ما قاعد تشتغل بالسحر صح إيه؟ ولا لا؟ لا مو بالسحر، ولكن لا. انت ربما قاعد تريد ان تشفي تساعد على شفاء الناس وتوحي لهم ايحاء. نعم. مو ايحاء، مو كله ايحاء، بلا ايحاء الشفاء مو نص ايحاء تقريبا. نعم للناس يطيبون ويطلبون الله ويطيبون، هذا لما ولكن لكل شيء سبب. اي نعم نعم، فهذا اللي كنت تسوي يعني. الوضع كان هكذا إيه؟ لان الناس في الواقع في تلك الاوقات انا اقرر واقع اجتماعي وواقع تاريخي. اي نعم. طبعا احنا يعني علمنا يعني من لقاء سابق وياك اهتممت بعلم الفلك وانت صغير مثل ما انت قاعد تحدث الان. اول رزنامه عملتها كانت 1945 صح؟ صح، وسمعنا هالشيء منك. لكن في ذيك الاوقات يعني لما كنت انت تعمل رزنامات ومهتم بعلم الفلك وكان التعليم والاشياء هذه العلميه ما كانت موجوده كثير في المنطقه يعني وفي الكويت واللي حواليها، في ذلك الوقت هل يعني ناقشت هالقضايا اللي انت كفلكي ومهتم بالفلك مع الناس العاديين؟ يعني ناقشت وياهم مثلا كرويه الارض، مثل دوران الارض حول الشمس، اشياء من هالنوع ناقشت ويا الناس العاديين؟ شنو كان رده فعلهم يعني؟ لا صح في ذلك الوقت. اي نعم، يعني كانوا بعض الناس ينكرون هذا الشيء. فابان الحرب العالميه الثانيه قال لي واحد ان والله الكرة الأرض ليست كروية. قال لك واحد. إيه. قلت له زين، إحنا الحين في حرب. أي صوب أمريكا؟ قال مني. قلت له أي صوب اليابان؟ قال لا بالعكس مني. قلت الآن أمريكا تتحارب مع اليابان وإحنا في الوسط، وينهم؟ ما شفناهم عندنا. إذا هم تحاربوا من الجهة الثانية. إذا الأرض كروية. إيه. نعم. نعم نعم. ففعلا يعني إيه؟ لا لا. فهل اقتنع؟ اقتنع فيما بعد. اي نعم. اقنعوا الجماعه اللي معاه. اي انه طبعا قالوا له صح ان اليابان منا وامريكا منا وهم يتحاربون ولم يمروا علينا في ذلك الوقت. هذا هو، هذه هي المفاهيم. طيب يعني انت المرصد العجيري اللي موجود الان باسمك في النادي الكويتي العلمي، نعم، جمعتوا له انتم فلوس حسب ما عرفنا. إيه؟ بس عمليه التنفيذ شلون صارت؟ يعني كيف نفذتوا التلسكوب الكبير؟ إيه؟ التلسكوب الكبير لا يباع مثل ما يباع علبه الحليب او نعم. الكبريت. هذا لازم يصنع على حسب المبلغ المطلوب، على ما هي الاشياء المطلوبه توفرها فيه. فرحنا احنا امريكا ما وفقنا، في اوروبا وفقنا. شفنا جماعه فلكيين في جبال الألب في سويسرا عندهم مرصد، لكن عندهم في يعني في مخهم انهم يعملون تلسكوب حديث ذو تقنيه فائقه. بس ما عندهم فلوس. قالوا ما دام انتم تبي تسوون تلسكوب احنا ننفذه لكم ولا نبي منكم ارباح. احنا صارت فرصتنا الذهبيه وصرنا كلفناهم يسوون التلسكوب. وانا دائما اتمرر عليهم واشوف مراحل ذاك. مره من المرات انا كنت مسافر من الجزائر الى جنيف علشان اشوف مراحل عمل التلسكوب. انا في الدرجه الاولى ما ادري عن الناس اللي وراي. لما حدرت في مطار جنيف ولا يلاقوني ثلاثه سويسريين كان يقول عجيري، قلت ايه العجيري، كان يسلمون علي ويصافحوني بحراره. انا اقول منهم هذول؟ انا عارف ناس سويسرا بس مو هذول. وش دراهم اني انا جاي؟ سلموا علي بحراره. وبعدين اتركوني وراحوا حق اللي وراي.
التفت وراي ولا أثر فريق جزائري للكرة جاي يلعب في سويسرا، وهم يقولوا الجيريا ما يقول العجيري. أنا حسب أن يقولوا العجيري، قلت لهم إيه يقول الجيري الجيري يعني أنت رئيس الفريق الجزائري، قلت لهم إيه عاد خجلت ونحشت. إيه المهم بعدين سوى التلسكوب حطوا بالطائرة عشان يقول لي عدنان المير الله يذكره بالخير ترى حطوا التلسكوب بالطائرة، لكن قاعد يبكي ويصيح يقول شلون شايليني أنا من أحسن مكان في الدنيا من جبال الألب بتودوني جزيرة العرب شمس ورمل. قلت له لا بداعبني، قلت له لا أقول له هذا أحسن مكان في الدنيا جزيرة العرب لأنها مهبط الوحي ومهد الحضارات. يابوا التلسكوب حطوه قمنا نحفر له، كان يقول واحد على الحفرة لازم لها خروف ينذبح. أنا ما مانعت. بعدين قالوا الربع يابوا ثلاث خرفان بمئة دينار جروها ذبحوها. بعد أسبوع اجتمع مجلس الإدارة النادي العلمي، كان يقوم السكرتيري عد المصاريف اللي صرفت خلال الأسبوع الماضي، كان يقول 100 دينار ثمن ثلاث خراف لأجل حفرة المرصد، كان يقول واحد من أعضاء اللجنة كان يقول لا ما يصير نصرف 100 دينار من مالية النادي علشان خرفان المرصد، كان يقول واحد كان يقول ما يستاهل المرصد، قال بلا يستاهل 1000، لكن المفروض حنا ما 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 نصرف من النادي، احنا لازم نتبرع بالفلوس وحنا نجيب الخرفان. قال لا احنا نجيب الخرفان، قال اي انا خروف وانت خروف وبسليمان خروف. قال كان يقول لا انا انت خروف وبسليمان خروف لكن انا ماني خروف. قلت لا اسكت انت احسن من غيرك. قال شنو؟ قلت ولد بسليطين يقول كنا اول نسافر من الكويت الى زبير على حمير ماكو سيارات، ورحنا احنا ثلاثتنا على حمير البقيه عليك. نعم بقيه النكته. نعم سوالفك ما تغلط. نروح على حمير شيء عظيم. انت وانا وكذا خلاص على هم خرفان وانا وياك نسوي البرنامج الليله. مع احترامنا طبعا لهم. لا نكته عظيمه هذه. وبعدين دفعوا سعر الخرفان ولا خلوه على النادي؟ لا لا مدفوع وخالصة بالدينار بالميزانية. طيب محمد وبعدين ايه يا افتتاح المرصد ايه كان يقولوا للنادي العلمي شوف لنا سمو الشيخ جابر الأحمد أمير البلاد علشان يفتتح المرصد. نعم رحت له قلت له ما قصر، قال إن شاء الله أنا نفتتح المرصد. ايه قلت لهم ترى أبشركم الشيخ جابر وافق يفتتح المرصد. كان يقولون لا إيدز وزير نائب عنا، احنا نبيئي مو عشان المرصد علشان نشوف نشاطاتنا في النادي العلمي. رديت عليه قلت طويل عمرنا بك انت نفسك تفتتح المرصد. كان يقول انا علشانك انا بي افتتح المرصد ومن الحين سميته مرصد العجيري. يا سلام. افتتحنا المرصد بالليل ويوم صار الصبح واحد من اصدقائي يقول ما شاء الله شفنا البارحه افتتاح المرصد صاحب السمو امير البلاد هو اللي افتتحه شفتك. قلت له كلمه كان يضحك. شنو ايش قلت له؟ كان اقول له قلت له يا طويل العمر احنا مرصدنا صغير مثل الكويت، صغيره في حجمها كبيره في معناها. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. طيب احنا الان يعني لنا في الواقع او عندنا صوره لك مع صاحب السمو أمير البلاد الله يحفظه والدكتور علي الشملان رئيس مؤسسة الكويت مدير عام مؤسسة الكويت التقدم العلمي، وهذه هي الصورة على الشاشة الآن. تذكرها أبو محمد هذه الصورة الجميلة. هذه كانت بعد بناء المرصد طبعا ومشذي في لقاء خاص يعني. هذه كانت في لا هذه قبل المرصد. قبل المرصد هذه لما في وقت ما كرمت على مستوى الدولة. نعم 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 نعم. طبعا مؤسسة كويت التقدم العلمي رئيسها الأعلى هو أمير البلاد الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح. يعني ابو محمد يعني دائما من الناس يعني يقولون لك الاشهر العربيه إيه؟ القمريه إيه؟ نعم يعني اساميها شنو اصلها ومن جت مثلا؟ اي
سبأ وحمير لهم أسماء في الشهور. نعم. والعرب أولا في عرب بائدة وعرب عاربة وعرب مستعربة. نعم. إيه نعم. فهذه في زمن يعني العرب المستعربة سنة 412 سميت هذه الشهور بهذه الأسماء، كانت غير هذه الأسماء، حتى أيام الأسبوع كانت تختلف عن أيامنا الآن. إيه فسموا محرم لأنه يحرم فيه القتال، وسموا صفر لأنه بعد الحرمة تصفر الديار من ساكنها، يروحون الشعبون للإغارة والحروب، فمعنى يصفر يخلو يعني تخلو. إحنا نقول رحت البيت لقيتها يصفر يعني صحيح. خالي يصفر. نعم. يعني خالي. نعم. في الأرقام نقول 1 2 3 المكان اللي ما فيه رقم نقول صفر. نعم. نقول في المثل العربي رجع صفر اليدين يعني. نعم. خالي اليدين. نعم. هذا صفر. صفر معناها خالي. طيب. ربيع جاء في فصل الربيع مع. نعم. ربيع. نعم. وجمادة أولى جت في وجمادة الثانية جت في فصل الشتاء الجمود. رجب. نعم. معناها المهاب المعظم لأنه. نعم. يحرم فيه القتال. شعبان أيضا تتشعب القبائل للحروب والإغارة. أيه. رمضان لأنه جاء في الرمضاء الحارة في الصيف. شوال تشول فيه الإبل يعني. طلبا للقاح. ذو القعدة يقعدون فيه العرب لأجل أسواق يعني أسواق العربية اللي كانت تقام ذو مجاز ومجنة وسوق عكاظ. ذو الحجة لأنه يحج فيه الناس. هذه هي أسباب التسمية. روعة يعني شيء لا أصل. وبعدين شال بمعنى رفع. إحنا نقول شيل الشيء يعني ارفعه، لذلك سموه شوال لأن الناقة ترفع ذنبها فالشال. ونقول شليلك المكان اللي حط فيه شيء ونرفع نقول هذا شليل. طبعا أنت يعني جماد مثلا قلت لي في الجمود أو البرودة. نعم نعم نعم. وشذي. إيه. هذا لما يت في الأول طبعا الآن الأشهر القمرية. إيه. ما هي ثابتة على صيف وشتاء، تتغير. نعم. مش ذي تتغير الأشياء. رمضان مرة يينا في الشتاء، مرة بالصيف، مرة بالربيع. كل 33 سنة قمرية، 32 شمسية. لذلك في القرآن الكريم ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. فكأن الله سبحانه وتعالى يقول لنا يا عرب ترى أهل الكهف 300 سنة بقوا، لكن بحسابكم ترى 309. إيه هذا دليل على الإعجاز. نعم. إنه 300 سنة هي تقابل 309 سنوات شمسية قمرية وهذه قمرية شمسية. وهذه شمسية. نعم. يعني بصفتك طبعا فلكي وإرصاد وعلوم الأرض وسامع بهالشغلات وقاري عنها كثير، أبو محمد هل تؤمن بما يسمى نظرية البيج بانج أو الانفجار الكبير اللي نشأت عنه الكواكب والنجوم وما إلى أخوة، والذي كان ربما هو أصل الكون كما تقول النظرية؟ نظرية الانفجار العظيم تلقى صدى عند كثير من علماء المسلمين، لكن إحنا المسلمين عندنا ما وراء الحجب، عندنا يعني أشياء تختلف عن غيرنا. إحنا عندنا فكر واسع علمنا الله سبحانه وتعالى، فننظر إلى الكون إلى أبعد من الانفجار العظيم. قلب المؤمن نفسه واسع، فيه رحابة كبيرة للانفجار العظيم وما هو أكبر منه. لذلك ما في تعارض بين بعض علماء المسلمين وما يقوله الغير عن الانفجار العظيم وأنه هو أول بداية الكون العظيم. نأخذ الآن مداخلة من الكاتب والصحفي المعروف أنور الياسين. ألو. أهلا أستاذ أنور، مرحبا، أهلا بك، حياك الله في شبكة التلفزيون وضيفنا الدكتور الفلكي عبد الله صالح الأجيري. حياك أداء في هذه السهرة الجميلة مع الدكتور صالح. العادة نشوفه يوم السبت عند برجس البرجس. أي في الشامية.
في الشويخ. في الشويخ. في الشويخ نعم نعم. الآن شفناه مرتين هالأسبوع. حياك الله. بداية قبل لا تقول لنا بس أنا يعني قرأت لك منذ فترة قصيرة أستاذ أنور عملت عرض لكتاب الأستاذ صالح العجيري كتاب عمل عن الأستاذ صالح العجيري. نعم. وكتبت نعم. عنه أنت في إحدى الصحف اليومية في السياسة أعتقد. أي نعم. نعم. يتفضل. قل لنا ما عندك يعني. الحقيقة يعني هذا من الكتب المهمة اللي يعني تتناول جانب ولو قصير من حياة الدكتور صالح العجيري وكتبه الكاتب العيسوي. طبعا هو عبارة عن عدد من المقابلات وأيضا الوثائق وتجميع لما نشر عن الدكتور صالح وتناول سيرته الذاتية بشكل معقول. الدكتور طبعا يعني علم من أعلام العلم والثقافة في الكويت وواسع أيضا في عدد من المجالات. فهذا الكتاب يعني تناول جزء بسيط من حياته. أمل يعني تكفل واحدة من مؤسساتنا المهمة في الكويت أن تعمل يعني دراسة وثائقية عن سيرته الذاتية وأيضا عن مسيرة حياته ولو ويستعينوا في حلقات شبكة التلفزيون يفرغونها وتكون عبارة عن يعني جزء من الكتاب إن شاء الله. شاكرين جدا تفقون. شاكرين أنا. بس أنا ودي أسأل الدكتور يعني سؤالين ثلاثة يعني إذا بالإمكان. تفضل دكتور. يعني كثير يتساءلون يعني بعد عمر الطويل هل يعني تم إعداد مدرسة يعني تخلفك في موضوع الفلك وموضوع ال معالجة يعني ظاهرة النجوم وظاهرة الفلك بشكل عام يعني لأن طيب. الناس تخلط ترى بين الأرصاد الجوية والفلك فهذه واحدة. نعم. بعدين أنا سمعت كثير دكتور أنك تحتفظ أنت بعدد من أطقم الأسنان شنو السبب هذا يعني؟ أطقم الأسنان طيب شوف شكرا شكرا على الأخ اولا فيما يتعلق بال شكرا للاخ انور ياسين على هذا السؤال. الاول شنو السؤال الاول؟ ان هل تم اعداد مدرسه لكي تخلفك في هذا؟ انا صحيح كنت مقصرا في السنوات الاخيره بسبب عنايتي ورعايتي لزوجتي رحمه الله الله يرحمها. لكن في الماضي لا انا قدمت الكثير كما اظن في النادي العلمي في دروس في مؤلفات في محاضرات في دورات سويناها حتى لبعض الوزارات الدولة دورة مثلا لوزارة الأوقاف درسناهم كيف يعرفون اتجاه القبلة ويعرفون مواقيت الصلاة ومعرفة الهلال. درسنا أيضا مدرسات من وزارة التربية أعطيناهم أيضا دورة وعطينا أما ما يتعلق في وزارة التربية في كل يوم ترسل وفد من الطلبة لهم مكتب خاص موجود في النادي العلمي لوزارة التربية يستقبل الطلاب اللي يحضرون لأجل المرصد والدراسة في المرصد. هل في متابعة يعني يقول الأخ أنور هل في متابعة لتأسيس شيء نعم. بعد ما مثلا صالح العجيري يتوقف مثلا سواء مع الزمن صح. او مع التعب يعني في شيء يعني الحمد لله يكون خلف لخير سلف يعني في طلاب في شيء ما شاء الله تمام. عنهم تمام. مثلا السيده منى عنبر نعم. مثلا الدكتوره هاله الجسار نعم. مثلا عندنا الأستاذ محمد الحماد نعم. وأخوه مساعد الحماد هذول نعم. لهم باع طويلة نعم. في عمل المزاول والخرائط نعم. كثير عندنا الجمعة فؤاد الجمعة أيضا من ممتاز. البارزين كان من توفى رحمة الله عبد الوهاب الجاسم في عندنا كثير عندنا أيضا عادل حسن في عندنا كثير من الفلكيين وأنا أرى أنهم أيضا فاقوني في علم الفلك لأنه يقول المثل المحمي على النار أشد حرارة من النار. أنا إذا أريد ألحم قوطي ما أجيب جمرة والحف فيها ألحم فيها باردة أخذ لازم الشاوية وحطها على النار وأحميها
وبعدين ألحم فيها. فالمحمي على النار أشد حرارة من النار. نعم نعم. السؤال الثاني ما أدري إذا تحب تجاوب عليه ولا لا، أنت تحتفظ بأكثر من طقم أسنان تحتفظ بالبيت؟ فيه سلمك الله. أنا والدي رحمه الله من وصل الأربعين سنة سقطت أسنانه كلها، يعني ما فيها شيء تسقط، الإحباش اللثة ضعيفة. إحنا أولاده نفس الشيء، من نوصل الأربعين تحت أسناننا وطيح فلذلك يعني اللثة مالتنا تتغير مع مرور الزمن. فأنا سويت طقم وتغير، سويت طقم ثاني وطويت، هذا هو السبب اللي فيه عدة أطقم عندي. طبعا هذا السبب في الواقع شيء ضرورة تحتاجه، ضرورة وشيء وراثي يعني. زين، أنا أحب أغير الموجة شوية وأجيبك يعني من الزمن اللي ما مضى إلى الزمن الحالي نسبيا. يقولون أن أنت كنت طرف بطريقة أو بأخرى لأول استجواب في مجلس الأمة الكويتي، كيف؟ هذا صحيح، هذا صحيح. السيد محمد رشيد عضو مجلس الأمة استجوب الوزير رحمه الله عبد الله مشاري الروضان. الموضوع موضوع الإسكان، وبما أني أنا كنت مسؤول الإسكان في الكويت. أي سنة تقريبا هالحكي؟ في الستينات، بداية المجلس الأول تقريبا. بداية المجلس الأول. فحضرنا الوزير رحمة الله على عبد الروضان والعضو السيد محمد رشيد، وأنا حضرنا في مكتب الوزير في الوزارة، وقعدنا بس نص ساعة تناقشنا في الموضوع وتصافحنا وطلعنا. الاستجواب استغرق فقط نص ساعة. الحين أشوف الاستجواب عشر، وكل من يحكي، وفي الصغير والكبير استجواب، هذا حق دستوري، واحد يقول مضيعة للوقت، وهذا يقول أي الثالث يقول لا هذه الديمقراطية، لازم الناس يقولون حق دستوري وناس يقولون هذه مضيعة الوقت، ولا شلون الديمقراطية؟ على كل حال الناس بأزمانهم أشبه منهم بآبائهم، إحنا نشبه زماننا أكثر مما نشبه آبائنا، فهذا زماننا زمان الديمقراطية يطول فيه الاستجواب. أما في زماننا حنا الاستجواب بس تستغرق نص ساعة، وفي نفس الوزارة، مو في المجلس، في الوزارة، في وزارة الشؤون الاجتماعية. نأخذ مداخلة الآن من الأخ مبارك البرازي من القاهرة. ألو. ألو، السلام عليكم. ألو أخي مبارك، عليكم السلام. أنا هل لفظت اسمك صح؟ نعم، الاسم صحيح، مبارك البرازي. نعم، أنا زميلكم في القناة الأولى، حياك الله. ولكن نحن الحين ندرس برا في القاهرة. يا هلا بيك. وصراحة الدكتور صالح العديري يعني غني عن التعريف، ولا شك أن له عند أهل الكويت معزة خاصة صراحة. والله يسلمك. وأنا لما شفت يعني في التلفزيون أصريت أني لازم أحصل خط إن شاء الله وأسلم عليه. تفضل. وأيضا أشكرك أخوي عبد الرحمن على البرنامج الطيب وعلى استضافة الدكتور، وعلى فكرة حنا ما راح نمل لو يطلع يعني حتى 20-30-100 مليون حلقة. الله يحفظك. الله يسلمك. فأنا أحب للدكتور مساك الله بالخير دكتور. حياك الله، أهلا وسهلا بك، مرحلا بك. الله يسلمك دكتور. تسلم، تفضل. مبارك انقطع، يبدو ان المكالمه انقطعت، اذا حاول الاتصال فينا مره ثانيه فاهلا وسهلا فيك دكتور. يعني شذي على الماشي يعني شن هي انت امنيتك او امنياتك؟ امنيتي في الحياه انا عندي ثلاث اماني، امنيه تحققت الحمد لله، وأمنية ستحقق قريبا. نعم. وأمنية مستحيلة أن تتحقق. طيب شنو اللي تحققت؟ اللي تحققت هو أني أنا كنت لما أسافر وأشوف المراصد وأشوف المتاحف، أشوف البندول يطوطح يطوطح. كلمة يطوطح هذه ما يعرف معناها إلا الخبير فيها مثل هذه الكلمات. نعم. هو الأستاذ عبد الرحمن النجار، يطوطح يتدلى يتأرجح يروح. نعم. فكنت أتمنى أن يكون عندنا، ما استطعت، حاولت ما استطعت، لكن يظهر أن البندول في الكويت مكرمة
الله سبحانه وتعالى ادخرها لمؤسسة الكويت والتقدم العلمي. نعم. فلما بنوا مبناهم الجديد في دير واسر عبد الرزاق حطوا بندول من أحسن ما شفت أنا من البندولات. نعم. أنا أنصح المشاهدين أي واحد يروح البورصة واللي دير واسر يروح يشوف البندول، أول شيء يتفرج عليه وبعدين يشوف عظمة الخالق في الكون. تمام. الأمنية بس أيوة اللي ستتحقق بس باختصار استاذ تحققت عن طريق واللي ستتحقق الموضوع طويل، كتب فيه المؤلفات ومؤتمرات ودراسات، اللي هو الاتفاق على عيد يوم واحد والصيام في يوم واحد. أنا كنا نصوم بيوم الأحد والأثنين والثلاثة، يمكن ناس يوم الأربعاء، لكن الآن لاحظت إن نصوم بالأحد وبالأثنين، يعني قل الفارق. فإن شاء الله في القريب المستقبل المنظور نتفق على عيد وفطر يوم واحد إن شاء الله. والمستحيلة؟ المستحيلة أنا ما أدري، متردد فيها أقولها ما أقولها. يلا احنا على راحتك. دشينا دشينا الموضوع. المستحيلة واحد من أصدقائي لقاني مرة وقال لي صالح انت ليه الحين عندك امنيتك القديمه؟ قلت له أيه، كان تقول انك انت ودك تطلع دقيقتين عقب ما تموت وتشوف عيالك سووا. قلت له لا، هونت عنها، الحين انا عارف شو بيسوون عيالي وانا حي، ما بيها، انا الحين عندي امنيه غيرها. قال شن هي؟ قلت له امنيه ثانيه، اريد انقل، الحين الناس ينقلون التاريخ حق الناس الحاضر. نعم. انا لا، اريد انقل الحاضر الى التاريخ. المثال على ذلك هي المحاورة طويلة بس باختصرها كم كلمة. أنا أريد أقول حق الناس اللي ماتوا قبل 80 و70 سنة شنو حالتنا الآن أو وضعنا، عشان يشوفون يتعجبون. أقول مثلا واحد اسمه أبو علي جارنا، يفرض أنه قام يحادثني. هذا ما سنة الهدامة، سنة الهدامة ترى وقعت في يوم السبت 8/12/1934 قبل 70 سنة. أقول له أبو علي، يقول ها، أقول له أنا كبرت، يقول لا أنت عمرك 13 سنة. أي 13 سنة؟ 83. أبو علي أنا عندي بيزات وايد. ها عندك أنا مربع ولا أنا ثمان؟ أي أنا مربع ثمان، أنا عندي فلوس دنانير، أنا لو أصرفهم أنا مربع كانت استروا ترسوا 10 خياش. أبو علي ترى في أثناء الصيف شدة الحر ننام بالحجرة وأنت لحف بالكمبل. ها ليش ما تروحون بالبراد، ما تنامون بالعريش بالنفاه؟ أبو علي أنا صبورة ترات بعشر ربيات. لا ما يصير، صبورة ببيزة وآخر النهار ببلاش. أبو علي بيتنا في اليرموك. يرموك أنت؟ أقول له قطعة 2 شارع 2 جادة 3 منزل 9، شنو يرموك؟ شنو قطعة 2؟ شو؟ أريد أقول له أحسن شيء أفهمك، إحنا وراء المخفر قدام المستوصف جنب في الجمعية. نعم. إيه؟ في يعني هالسالفة راح تطول علينا لأن في ناس تنطر على التليفون. وأنا عندي سؤال لا لازم دقيقتين وأكملها. أيوة يلا كيف في شوف أبو محمد، يعني أنا في سؤال لازم أسألك إياه لأن أنا ناوي أسألك إياه صراحة. وبس لو تسمحوا لنا اللي على الهاتف تنطروننا بس دقيقة وأبيك تجاوب عليه يعني باختصار وبصورة واضحة. نعم. صالح العجيري الحمد لله بخير ونعمة، كان عنده شركات وكان عنده خير وثروة لا بأس فيها، ولكن ثروة صالح العجيري وزعت مؤخرا. أنا الآن أسألك لو تسمح تقول لي كيف توزعت ثروة صالح العجيري وعلى من وأنت على قيد الحياة؟ الواقع أنا لست ثريا، يعني ما عندي ثروة، لكن عندي ثروة فكرية عن الثروات اللي عند الناس. زين. ولا أنا من ذوي الدخل محدود. زين. لكن اشتغلت في 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 المناخ وحصلت شوية فلوس. وأقول هذه تكفيني 10 20 30 سنة، ما وعيت ولا في نفس السنة راحت. مو بس راحت الفلوس، دشيت أنا المديونيات الصعبة. هذا أشد شيء علي، لأن شلون أنا أورث أولادي مديونيات صعبة؟ لكن من فضل الله عندي حصة في شركة بعتها بالتقسيط وقمت أداورها شوي شوي،
وانتهز فرصة أنه تخفيض إلى 35% من المديونات، واستطعت أني أخلص أولادي من من المديونات الصعبة، ولا أورثهم بعدين يسددون عني دائما معاشاتهم، ما عندهم إلا طرق المعاش. صحيح أني أنا حصلت شوية فلوس، شريت لي قسيمة في يسمونها الرحاب وربحت فيها، وقال لي واحد من أولادي إن عندك فلوس، قلت له إيش بعت القسيمة؟ كان يقول لي أنا أنت تقول أنا ما عندي إلا فلوسكم، قلت له إيه خذوها، أخذوا قيمة القسيمة. قمنا بعد كذا وجمعت مني ومني ومني، صار عندي 48,000 دينار. اي واحد من اولادي درن عندي 48,000 دينار، كان يقول شلون انت تقول مو حلالنا، هذا ما عندي الا حلالكم. كان اقول له اخذوها يلا، كل واحد ياخذ 9,000 واعطيتهم اياه، الحين ما عندي شيء. لكن عندي فكره انه احنا الكبار المهم ثروتك يعني وزعتها على اولادك وانت على قيد الحياه، بس فلوسك اعطيتهم اللي كان موجود حلالك فلوسك، اعطيتهم اعطيتهم قيمه القسيمه، اكثر ثروتي هي اني خلصتهم من المديونيات الصعبه. هذه اسم شيء، ولا الفلوس يعني تروح وتجي. طيب ناخذ الان كم واحد على الهاتف موجود. اخت لطيفه عبد العزيز، الو. نعم مساء الخير. يا هلا بش، وشكرا على هالحلقات القيمه. الله يسلمك. دكتور العجيري، انت حقا شخصيه ثريه ومميزه، وتشبه جدا الشخصيات اللي نقرا عنها بالتاريخ، احنا فخورين فيك، هذا اولا. الشيء الثاني دكتورنا القدير، سؤالي عن الفلك. فضلك. يمكن يكون يندرج تحت يعني بند الفلك. الأبراج هل تعطي دلالات أو ملامح معينة عن الأنماط المختلفة من الشخصيات؟ عن الحياة. طيب شكرا جزيلا. الأخت مريم العلي وراها. ألو أخت مريم. ألو مرحبا. تفضلي أخت مريم. ألو. هلا وياك، تفضلي أنت على الهواء معنا. ممكن أكلم دكتور صالح؟ إيه طبعا تفضلي. السلام عليكم. تفضلي. شلونك دكتور صالح؟ سامعها دكتور صالح؟ لا لا. ألو؟ بس حط هذا في اذنك شويه. سامعها الان؟ الو ماكو مسامع. الو دكتور صالح. مسامعش الدكتور، بس الاخت مريم قولي انا اقول سؤالي. هو سؤال دكتور اخت مريم، تفضلي. قبل شويه تكلم عن الاشهر العربيه ومعناها. عن الاشهر العربيه. نعم نعم. وتكلم ونعرف احنا الاشهر الانجليزيه هم يناير وفبراير. نعم نعم. بس عفوا الاشهر اللي هم اب وحزيران. اب وحزيران. نعم. اشهر شنو اصولها وشنو معناتها مثلا؟ اوكي مشكوره وايد، يعطيكم العافيه. شكرا على البرنامج. اخت مريم العلي، طبعا لطيفه عبد العزيز، الابراج لها مدلولات، الابراج علم الابراج لها مدلولات وتاثيرات على حياه الناس. اللي ناس يقرونها هذه للتسليه. ايه؟ وحتى هؤلاء الناس اللي يقرون الأبراج للتسلية، أنا أفيدهم بأنه قراءتهم خطأ، لأنه البروج تقهقرت. اللي برج الحمل لازم يروح حق الدلو. إيه مو يروح يدور الحمل. إيه تقهقرت. وبعدين الإنسان أول ما ظهر على الدنيا شاف طبعا السماء بهرته بجلالها وجمالها، شمس وقمر ونجوم، ظن أن هذه هي اللي تدبر الكون، فعبدها وأقام لها الأبراج. ثم بعد ذلك لما نزلت الأديان السماوية عرف الإنسان أن هذا الكون خالق ومدبر. من هنا ظهر علم الفلك. علم التنجيم كان هو أول ما ظهر قبل علم الفلك. علم التنجيم، علم التنجيم بقى زين. يراوح في مكانه، لكن علم التنجيم زين. علم الفلك تطور ووصل إلى ما وصل إليه الآن. طيب لأن بس الوقت يكاد يسرقنا أو قاعد يسرقنا في الواقع. أمنيتي. أي أمنية اللي حين قلناها لها خاتمة؟ عديت أنا قلت يا أبو علي كذا كذا كذا. والله نسيته يا الله. خلنا نقول الاخر. شنو امنيتك؟ يلا تفضل. هذه قاعد انا اتكلم فيها. لا يعني في اوصل إيه؟ إيه ولما قلت له انا بيت اليرموك وكذا قال ما ادري، قلت له صف الجمعيه ورا المخفر قدام المستوصف. يقول شنو مخفر شنو جمعيه ما يدري. قلت له ابو علي انا الحين ترى خلاص بمشي، صيفت. كان يقول صيفت اي روح، الحين تلقى بابكم مكحوم، ارفع السقاطه ويرى المزلاي وفر الرمانة ودش من الخوخة. زين. أي تالي أبو علي آخر كلمة قال شنو؟ يقول شنو؟ قلت له الناس تمدنوا وما تدري مو مثل أول. قال إيش معنى تمدنوا؟
قلت مدنا وحين خير الحين يسمون الكلب بوبي يسمون الكلب بوبي وبولونهم واقفين عظيم خلصنا اي خلص عظيم زين الان عندنا طبعا في خلنا ناخذ مكالمه من الاخت موضي ونجاوب عليها مع سؤال الاخت مريم العلي اخت موضي هلو الو هلا بيش تفضلي اخت موضي الموسى تفضلي بسرعه الله يخليك مساء الخير استاذ الفاضل تسلم عليك تفضلي انا اقول له شنو سؤالك إيه؟ سؤالي في مشكله بالسماعه ما اسمع ايه انا إيه؟ هو بالنسبه للرزنامه احنا نعرف انه عد مسبقا لها الرزنامه اي فيا ترى كم سنه حاليا مجهز لنا كم سنه للامام اوكي السؤال الثاني لا ما عندنا وقت الله يحفظك يلا بسرعه موضوع الفورد مال اللي كان موقفه ابوك بالصفات الفورد أو إيه اوكي اللي كان موقفه بالصفات اوكي شكرا مشكوره الاخ بس بسرعه ترى ما عندنا ثلاث دقائق طال عمرك الاخت مريم العلي تسال طيب الاشهر الاجنبيه اللي هي اللي اب وحزيران ونيسان وهذه شنو اصلها وشنو مدلولها هذه سريانيه هذه يعني وسميت في سوريا سميت سوريا لان هذه بلد السريان خلاص خلنا ناخذ سريانيه طيب الاخت موضي الموسى رزنامتك لكم سنه للامام انت مجهز لنا فيما يتعلق بالمقارنة التاريخ الهجري إلى ميلادي إيه. أنا سويت في سنة 67 الآن إلى 2000 سنة بس في كمبيوتر في الكويت في شركة علمتهم شنو الطريقة وسووا إلى 10,000 سنة للأمام إيه للأمام ماشي. 10,000 سنة الأخت موضي الهجري إلى ميلادي الأخت موضي الموسى وربما هذا يكون آخر سؤال ما أدري تقول سأل الدكتور صالح عن الفورد سيارة الفورد مالت الوالد اللي موقفها بالصفات ايش قصتها اذا الناس يدرون عنك اي في ماكو وقت ايش ما ادري شلون اختصرها انه والدي شرى بعير صغير حوار وعنده غنم قام يرضعه من الغنم وبعدين كبرت وصارت ناقه عمانيه اصيله وقام يدش فيها السوق والفورد اي قام وهو داش السوق وين مكان يوقفها كان يحطها صف سيارات في معرض فورد في الصفات حطها صف السيارات الفورد اي مر سليمان الموسى رحمه الله عليه كان يقول حق الوكيل علي الكليب اشوف عندكم حاطين ماركه جديده قال لا ما يبنى ماركه قال تعال يوم جيت ولا شوف البعير مال ابوي وصفوف ويا السيارات قال اي هذه ناقه العييري ما لقى مكان يوقفها الا هني اذا الفورد مو مال الوالد الناقه اللي هي مال الوالد اي صفها ويا سيارات الفورد بقى عندنا وقت طيب أعزائي المشاهدين هو كثير من الأسئلة في الواقع لم نتمكن لضيق الوقت وللحوار الشيق مع الدكتور صالح العجيري ونحن نأمل إذا ساعدك الوقت والصحة في المستقبل تعطينا حلقة إضافية نختتم فيها الأسئلة اللي عندنا لما سألت أعزائي المشاهدين أشكركم جميعا وأشكر ضيفي الدكتور الفلكي صالح العجيري وخلكم ويانا الأسبوع القادم مع شبكة تلفزيون فمالا We'll be right back.